جوليا؟ أهلين أخي عزيز. أهلين فيكي، إمتى أجيتي؟ اليوم الصبح. منيح، وين أختك؟ جوليا ما رح تبقى عنا كتير. إليف، فينا نحكي شوي؟ ممكن كمان شوي؟ هلأ بدنا نحكي. أنتوا احكوا لبين ما جهز السفرة، رح زينا. فوتي لجوا. أنا عن جد بعتذر، أنا اليوم جرحتك بدون قصدي، بس أنت أصريتي كتير إنه بدك تروحي. عزيز، بس أنت يلي قلت لي منروح سوا ومنجيب اللوحة. لما اتصلتي فيني كنت عند أبي، اليوم أسعفناه على المشفى. ليش؟ شو صاير؟ صابته أزمة قلبية ونحن السبب بهالشي. خبيت اللوحة هون، بس وينها؟ يا ريت ما رحنا على شهر العسل. ونحن شو بيعرفنا؟ عديم الشرف شايفنا ومصورنا بلا ما ننتبه. إلي شو رأيك اتصل فيه واطمن عليه؟ اصحك. يعني بس يمر شوية وقت بتطمني عليه. حبيبتي كتير عم تصيبنا مشاكل، ما بدنا مشاكل أكتر من هيك. تركينا من قصة اللوحة، وبعدين شو بدك من المدام رنا؟ أنا وعدت عمو إبراهيم. طيب أنا رح جيب اللوحة وبعطيها للمدام رنا، ما في داعي تشوفيها. عم إبراهيم أصر علي إني أخذ اللوحة بنفسي. وانتي شو بدك فيهم؟ ما في شي بيربطك معهم. وشو الرابط بالنسبة إلك؟ رابط الدم؟ بقرة بالضابط قدرات، شو استفدت؟ أنا ما شفت الخير لا منه ولا حتى من أبي اللي رباني، بس عمي إبراهيم عاملني كأنه أبي. أنا بدي أوفي بالوعد اللي عطيته إياه وشو ما كان التمن يكون. إليف، ما بيصير تروحي تجيبي اللوحة، أنا ما بسمح بهذا الشي، وبدك تسكري هالموضوع، فهمتي؟ طيب وإذا بروح؟ بتكوني دعستي على كل شيء قلته، وأنا ما رح سامحك أبداً. كتير حلوة هون، مكانة مناسب. وينكن يا عصافير؟ السفرة جاهزة. صهري تفضل اقعد هون. بتحبوا صبلكن شوربة؟ حلو منظرة؟ قصدي هي اللوحة، اختي جابتها فقلت بعلقها. شو قصة هاللوحة؟ هاي هي نفسها؟ رحتي جبتيها؟ عملت شي غلط؟ جوليا خرسي! ليش عم تعيطي عليها؟ لأن ما غطيت على كذبتك؟ اسمع شو بدي أقول؟ الله بيعلم شو عم بتخطط لحتى تنزعلنا حياتنا.
أصلاً شو ما سويت ما بقدر أرضيكي. تركيها واحكي معي هلأ، حسابك معي. أنت جبتي اللوحة؟ عزيز أنا ما رحت لحالي، سهيلة كانت معي وهي اللي فاتت جابتها. وإذا كنتي أنت وياها شو فرقت؟ بالنهاية كسرتي كلمتي ورحتي جبتي اللوحة. اللي عملتيه غلط، مفهوم؟ عزيز كنت مضطرة أجيبها، ليش ما عم تتفهم موقفي؟ ولسه بدك أتفهمك على تخبيصك؟ هلأ رح ورجيكي كيف التفاهم. عزيز شو رح تعمل؟ بدي كسر لوحة. بعدي. لا بترجاك. إليك لا. بعدي هيك بدي أكسر لوحة. قلت لك منروح سوا بس كسرتي كلمتي. بترجاك لا تكسرها. أعطيني اللوحة. يعني انت شو ما بتعرف معنى الأمانة؟ قلت لك عم إبراهيم أمني فيها، استكترت علي وصلها. أنا يلي ما رح أسامحك يا عزيز.